الجهة السياسية الوحيدة اللي لا نطالب بالمراسم، احنا نطالب بالحقوق. تحالف عزم انبثق مناديا بإنصاف المدن المحررة رافعا شعار الحقوق للمناصب، حراك سياسي قاده رئيس التحالف الشيخ خميس الخنجر عبر صياغة مسارات حوار جديدة مع الشركاء السياسيين مكنته من فتح ملفات كان مسكوتا عنها لسنوات. جرف الصخر انموذجا. ما كان المشارك في بغداد يطالب جرف الصخر، خاف الناس. أنا من أول ما نزلت في مطار بغداد قلت إذا ما ترجع جرف الصخر ماكو مصالحة ولا حكومة ولا استقرار ولا قرار. جرف الصخر مو قصة أرض، قصة كرامة. النظام الانتخابي الحالي يضع العملية السياسية أمام مفترق طرق ويؤسس لعرف سياسي جديد باعتبار أن كل مرشح سيتنافس في دائرة صغيرة في كل محافظة، بعد أن كان الصراع الانتخابي على مستوى المحافظة بأكملها. هذا النظام هو أشبه بمرحلة ما بعد 2003، بمعنى أنه يؤسس لعرف سياسي يستمر لسنوات طويلة. هذه الدائرة هل انتخبت من أهلها وناسها، من الساكنين فيها، من المتواجدين فيها؟ لو انتخبت غرباء، هل انتخبت ناس تمثل النسيج الاجتماعي للمنطقة؟ لو صار تهميش والغاء راح يصير عرف سياسي، ولذلك الكل مطالبة بالمشاركة الفاعلة. نظام الدوائر الحالي يعتمد كليا على حجم المشاركة الشعبية في يوم الاقتراع، فالمشاركة الواسعة مفتاح التغيير ومصد أمام التزوير وإعادة تدوير نفس الوجوه التي انشغلت بمصالح حزبية ضيقة إلى أن حلت عليها نقمة تشرين.